تعمون صوت الأغلبية الصامتة. فهل يريدون للشعب السوري أن يقتل وهو صامت؟ هل يريدون للأمهات أن ترى دماء أبنائهم وأشلاء أبنائهم وهي صامتة، أم يريدون لها أن تزغرت فرحا؟ هل يريدون لنا أن نقر لهم بهذه الجرائم وأن نصمت على هذه الجرائم؟ أبدا. في الأردن أقر الشعب الأردني، حدد الشعب الأردني وقرر موقفه إلى جانب الشعب السوري، إلى جانب المقهورين المظلومين، إلى جانب من وقعت عليهم هذه المجازر. فتبت تلك اليد الخائنة التي ضغطت على الزناد لتسقط شهيدا من أبناء شعبنا في سوريا. حتى الحمير لم تسلم من ظلمهم ومن قهرهم. حتى مجالس العزاء غياث مطر ليداهم مجلس عزائه بعد أن قدمته شهيدا، تداهم تلك العائلة والمعزين بغتة من تلك الفئات التي انتهكت حرمات الشعب السوري. بسم الله الرحمن الرحيم. تقرير حول الانتهاكات الخطيرة للشعب السوري، للسلطات السورية ضد الشعب السوري، صادر عن الهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري، المنظمة العربية لحقوق الإنسان، لجنة الحريات وحقوق الإنسان في حزب العمل الإسلامي، اللجنة الوطنية للدفاع عن الأردنيين في الخارج، شباب الأردن يحمي سوريا. بالاهتمام البالغ والقلق الشديد لما يجري من أحداث مرعبة في سوريا، وبمتابعة من لجان ومنظمات الحريات أعلاه الأردنية، وقياماً بواجبها بهذا الخصوص الجاري في وطن العزيز ولشعبنا الأبي في سوريا العروبة، وتعبيراً عن هذا القلق الشديد ولما يحدث من جرائم مرعبة تتفاقم يوماً بعد يوم، فإن اللجنة عكفت على إعداد هذا التقرير المهني والخاص بالأحداث الدامية في سوريا، وذلك فيما يلي من بنود. أولاً، ملخص الوقائع. 1. إن النظام السوري الموصوف سياسياً وحزبياً للكافة، والذي يتحكم ويدير البلاد في سوريا منذ 4 عقود، وبانفراد في السلطة وغياب مطلق وتام لأدنى مستويات الديمقراطية والحريات العامة وحقوق الإنسان، وبرصيد هائل من سفك للدماء وانتهاك لحقوق الإنسان في أحداث عام 82. 2. سعى الشعب السوري سلمياً في حادثة أطفال درعا للتعبير عن إرادته الوطنية بالوصول إلى وطن حر ديمقراطي، والتخلص من السلطة الحزبية المطلقة الواحدة ذات النهج الدكتاتوري الدموي، وتم مقابلة ذلك الهدف النبيل السلمي وبكافة أنحاء البلاد السورية بالاستخدام الواسع والمفرط للقوة العسكرية بكافة أصنافها البرية والجوية والمدفعية والمشاة والقوات الخاصة والبحرية والقوات غير النظامية المرتبطة بالسلطة العسكرية والأمنية تحت شعار اقمعهم بالعنف فإن لم يجدي فبالأعنف، وذلك من قبل السلطة المتحكمة بزمام الحكم المتعسف كما أشرنا منذ 40 عاماً. ومع استمرار الشعب السوري الأبي بنهجه السلمي والمتوحد نحو المشروع الوطني في الحصول على الحرية وتقرير المصير واختيار نهج الحكم العصري والديمقراطي. 3. لقد نتج عن قرار السلطة الحاكمة في سوريا وتنفيذها لمخططها من خلال قواتها العسكرية والأمنية وما يرتبط بها من قوات غير نظامية سجل مرعب من الجرائم والانتهاكات البالغة الخطورة، وهي: ألف،
تسجيل ما يزيد عن 3000 شهيد من المواطنين السوريين المسالمين العزل من السلاح. سجل لغاية الآن ما يزيد عن 2500، وهذا طبعاً ما يتم رصده وضبطه. أما ما لا يتم رصده وضبطه فهو أضعاف ما يتم ضبطه في الأرقام، وبأساليب قتل بشعة وتمثيل في الجثث. وبعض التقارير تتحدث عن 5000 شهيد إضافة إلى عدد كبير من الجرحى لا يمكن إحصاؤه. ب. تسجيل عدد المعتقلين أو المختطفين أو المفقودين إلى ما يزيد عن 15000 مواطن سوري، والعدد بازدياد يوميا. جيم. تسجيل هجرة ونزوح ما يزيد عن 15000 مواطن سوري، والعدد بازدياد يوميا، إلى تركيا والأردن ولبنان، مما يشكل مأساة إنسانية مضافة لجرح الشعب السوري النازف. د. التعريض المتعمد من قبل السلطة الحاكمة في سوريا للسكان المدنيين العزل من السلاح لضروب وأصناف من التعذيب الجسدي والنفسي، وقطع الإمدادات الحيوية من ماء وغذاء ودواء وعلاج ضمن عقوبات جماعية. ها. التصريح العلني من بعض القادة العسكريين والجنود الذين انشقوا عن جرائم النظام وأفصحوا بإقرار قانوني، وعلى رأسهم كان المحامي العام المدني في حماة، وأفصحوا بإقرار قانوني لا يقبل الشك بقرار السلطة الحاكمة في سوريا وتنفيذ قواتها النظامية وغير النظامية للقتل الجماعي المتعمد والتعذيب الجسدي والنفسي واستهداف المدنيين المسالمين ودور العبادة لترويع السكان الآمنين بشكل مستمر وكامل في كل محافظات سوريا ولمدة تزيد عن 5 أشهر وبشكل متعمد. واو. الغياب والانتقاء المطلق لأي تحقيق أو محاكمات لما حدث من جرائم بشعة ولأعداد كبيرة من المواطنين، وبنهج مستمر والتغييب المتعمد لأي نشاط لمنظمات حقوق الإنسان والإعلام، والذي يثبت بشكل قاطع القصد من ارتكاب من أركان الجريمة ومحاولة إخفاء أي دليل أو شاهد. ثانياً، تحديد الموقف القانوني لمجمل هذه الوقائع. تبين لنا بعد إجراء الفحص القانوني لمجمل الوقائع التي تم سردها بهذا التقرير والتي تزداد بشاعتها يوماً بعد يوم، حيث ما زالت السلطة الحاكمة في سوريا تستمر بشكل متعمد ومكثف بذات النهج المستخدم للقوة العسكرية بلا سبب، والمستخدم للقوة المفرطة ضد سكان مدنيين مسالمين. فإننا نجد في هذه الوقائع الأوصاف التالية: 1. أنها أفعال متعمدة. 2. أنها أفعال مستمرة لما يزيد عن 6 أشهر. 3. أنها أفعال ممتدة لكافة محافظات الوطن السوري. 4. إنها مسندة للسلطة السياسية الحاكمة وأجهزتها العسكرية والأمنية وقواتها والقوات غير النظامية التابعة لها فيما يسمى الشبيحة، وإنها ثابتة لكافة وسائل الإثبات والتشريعات الجزائية. وعليه وبثبوت الوقائع المسندة للسلطات الحاكمة في سوريا وبشكل يقيني قطعي الثبوت والدلالة، فإن ذلك كله ينطبق عليه الأوصاف الجرمية المحددة وفقاً لأحكام القانون الدولي الجزائي، وذلك كما يلي: ألف، تثبت المسؤولية الجزائية للسلطات الحاكمة السياسية والعسكرية وما يتبع لها من قوات غير نظامية تأتمر بأمر هذه السلطة بأحد أمرين: الأول، الفعل المتعمد المباشر للقتل أو التعذيب الجسدي أو التهجير القسري للمواطنين، وقد حدث ذلك وبشكل متعمد لكافة محافظات سوريا ولمدة تزيد على 6 أشهر. الثاني، التحريض والتغاضي، بمعنى قيام السلطة السياسية والعسكرية في سوريا بالتحريض
وتغاضيها عن قيام بعض الأجهزة والميليشيات المرتبطة بها قراراً وتنفيذاً، والتي تقوم بذلك بذات الأفعال الجرمية البشعة ضد المواطنين السوريين. وقد ثبت هذا التحريض والتغاضي والدعم والإسناد لهذه الميليشيات بشكل مستمر ومتكرر. ب. انطباق وصف جريمة الإبادة الجماعية، وهي ارتكاب النظام الحاكم في سوريا الأفعال المؤدية إلى الإهلاك الكلي أو الجزئي لجزء من الشعب السوري، وإلحاق الضرر الجسدي بالقتل والتعذيب، وإخضاع جزء من الشعب السوري إلى أحوال معيشية صعبة يقصد منها الإهلاك الفعلي الكلي أو الجزئي للمواطنين. جيم. انطباق وصف الجرائم ضد الإنسانية، وهي ارتكاب السلطة الحاكمة في سوريا مجموعة من الأفعال في إطار منهجي وبهجوم واسع ومتعمد ضد مجموعة من السكان بقصد القتل العمد، الإبادة، التهجير القسري، السجن وحرمان الحرية، التعذيب الجسدي والنفسي، الاغتصاب والعنف الجنسي، الاضطهاد، الاختفاء القسري، الأفعال الإنسانية المترتبة للمعاناة الشديدة والضرر الجسدي البالغ. دال. تطبيق القاعدة القانونية في المسؤولية الجزائية الدولية على الأفراد، بمعنى مسؤولية كافة الأشخاص عن الجرائم المرتكبة بصفتهم الشخصية والوظيفية كفاعلين أصليين ومحرضين ومشتركين بالتدخل. ها. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الدولي الجزائي بعدم الاعتداد بالصفة الرسمية، ويعني ذلك انطباق الوصف الجرمي واستحقاق الجزاء المناسب بغض النظر عن صفة المجرم كرئيس دولة أو رئيس حكومة معين أو منتخب أو عسكري أو مدني، وعدم الاعتداد بأي حصانة لأي شخص قام أو ساهم أو اشترك في ارتكاب أي جرم من الجرائم الموصوفة في هذا التقرير، إعمالاً لمبدأ الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية، لمبدأ عدم الإفلات من العقاب في الجرائم ضد الإنسانية أو جرائم العدوان أو جرائم الإبادة الجماعية. واو. تطبيق القاعدة القانونية الواردة في القانون الدولي الجزائي بشأن مسؤولية القادة والرؤساء العسكريين والمدنيين وعدم إفلاتهم من العقاب، سواء بالتذرع، بعدم العلم، أو عدم انضباط القادة الميدانيين والأفراد، أو التذرع بالصفة السياسية، أو الغياب، أو عدم اتخاذ الإجراءات العقابية أو الاحترازية بوقف الاعتداء ومنعه. زي. تطبيق القاعدة القانونية في القانون الدولي الجزائي بعدم سقوط الجرائم الموصوفة في هذا التقرير بالتقادم، والضرورة القانونية بإجراء الملاحقة والمحاكمة لكل مرتكبي الجرائم. ثالثاً. التوصيات. 1. السقوط الهائل والتام لكافة المزاعم المتهافتة والمجردة الصادرة من السلطات الحاكمة في سوريا المبررة لسفك الدم من قبيل لا يوجد قتلى، على الرغم من ورود آلاف من هؤلاء القتلى، ولا يوجد معتقلين، على الرغم من وجود آلاف، من 10 إلى 15 ألف معتقل، ولا يوجد مهجرون، وهنالك الآلاف مهجرون في الأردن وسوريا وتركيا ولبنان، والهيئة الأردنية لنصرة الشعب السوري تقوم على متابعة جزء من هؤلاء المهجرين في الأردن. تعمون. صوت الأغلبية الصامتة.